قول هارت لك الجمهورنا. اقول ان شاء الله الفريق يعوض المباراة القادمه. ما عوضنا الجمهور وكل المتابعين انه النادي هيك يمر بخسارتين توالي، اخطاء كارثيه بالفريق. اتمنى التعويض، لاعبين يراجع نفسه، كذلك المدربين يراجعوا نفسهم. كل شيء متوفر لنا، جمهور متروس الملعب، جمهور ومؤازرنا 90 دقيقه، اداره موفره كل شيء، قصور بينا احنا والكادر التدريبي، الكل يراجع نفسه. عندنا توقف تقريبا 20 يوم.